ارجع لفكره، يعني هو معنى ان واحد او اتنين او تلاته وبعض التصرفات الفرديه او السلوكيات الفرديه انه ما التزمش بالجديه نتيجه لتيسير البيت والاب والمناخ الجميل اللي دخله، هل ده معناه ان احنا نفقد الثقه في الكل؟ لا ابدا، ما نفقدش الثقه، لان الاصل في الانسان ان هو صاحب خلق مش ان هو سيء حضرتك. فعشان كده بنقول التجربة الواحدة أو الاثنين أو الثلاثة ما نجعلش نعم بالحكم على الناس كلها. وفيها إيه لما يخش الولد؟ ومش لازم يعني يخش البيوت كل يوم عند البنت ولا كل شوية عند البنت عشان هو هيتقدم لها وهيخطبها، فممكن نقننها في الدخول أيضا. ولو قنناها في الدخول مش هنحتاج إن احنا نغالي في الشبكة. ليه؟ لأن هو بيجي بطريقة مؤدبة، بيحضر مش على طول موجود، فهنا بتكون ما يدعوناش هذا إن احنا نغالي في الشبكة وتنضبط الامور. انما هم بيخافوا ليه؟ لان الشبكه بتيجي، واول ما تيجي ونغلي على العريس فالعريس يقول لك اخد حقي بقى، ده انا كل يوم هروح عندهم او كل ساعه اكون موجود معاهم وهكذا. فبتبقى يعني واكثر من ذلك بيحدث في المجتمع في بعض البيئات. لا، احنا عاوزينها تبقى منضبطه، اضبطها من جميع النواحي بالتوسط والتيسير. يبقى يجي ما نكترش الشبكه عليه، نقللها، بس ما نلغيش الشبكه. ليه؟ احنا عايزين قاعده، او من ينشأ في الحليه. يعني ايه؟ قال لك اللي هم الستات والبنات بيحبوا الذهب، بيحبوا الحليه، ده على فكره دي في طبيعتهم، اوعى تلغيها. ربنا بيقول عليهم كده خلاص، يحببنا الحلي، يحببنا الزينه، هم بيحبوا كده. تقول لهم لا؟ لا، نقول لهم اه. ليه؟ لان هذا مما يدخل السرور على قلوبهن، واحنا بنحب ادخال السرور على القلوب قوي في شريعتنا الغراء.